خليكي عارفة إن إحنا غلابة غلابة والله، ومحتاجين يتروق على دماغنا. روقي على دماغك بقى واعملي التشيز كيك دي الصبح. أنا هعملها لكم بطريقتين، بالبيض ومن غير البيض علشان الناس اللي بتقفش. أول حاجة معلقة من الزبدة حطيتها في الميكرويف ساحت، وبعدين هأدهن الطبق كده بالزبدة من إن أنا أدور الطبق كده خلاص زي ما انتوا شفتوا، مش محتاجة أنا أشرح كتير. المهم هجيب أي نوع بسكويت، ولا حاجة توقفك ولا حاجة تعصبك. اربع وحدات من البسكويت ده، يعني نص الباكو ده انا عملته فتفتته كده وقلبته مع الزبده وسويته كده، حطيت الطبق على جنب. حضر الكريمه بتاعت التشيز، معلقه كبيره من الزبادي، واربع معالق صغيره من الجبنه الكريمي. اي نوع جبنه كريمي يكون من غير ملح هينفع، يعني كيري، مثلثات، اي حاجه هتنفع. ومعلقتين من السكر ورشه من الفانيلا، وقلبي الكريمه دي. خلاص كده الكريمه دي كده بقت جاهزه، ده كده من غير بيض هنحطه. وعلى فكره هي طعمها حلو كده، هي كان ممكن تتاكل كده، بس احنا عايزينها تمسك فهندخلها بقى الميكرويف تمسك. الطريقه دي اللي من غير بيض بتحتاج ان انت تقللي الباور بتاع الميكرويف ل50، يعني هتدوسي على زرار الباور بتاع الميكرويف وتفضلي تدوسي عليه لحد ما يجيب رقم 50، وبعد كده هتشغليها المفروض على 4 دقايق. انا بصراحه خدت معايا دقيقتين وعملت زي ما انتم شايفين كده، ما همنيش، لحست كل ده ودخلتها الفريزر 15 دقيقه. وهنروح بقى نعمل اللي بالبيض. بيضه وعليها رشه من الفانيلا وهتضربيها كويس، وبعدين تحطي عليها معلقتين من السكر، ونفس الكلام بقى معلقه من الزبادي واربع معالق صغيره من الجبنه الكريمي، وتضربيهم مع بعض. ويا ريت بقى توسعي على نفسك وما تعمليش في نفسك اللي انا عملته في نفسي ده، ان الطبق كان صغير مش عارفه اصلا اضربها، فوسعي على نفسك. وهتجيبي برضو نص الباكو البسكويت التاني، ما احنا بقى صارفين ومكلفين، ده باكو بسكويت يعني. النص التاني بقى من الباكو البسكويت هتطحنيه برضو مع الزبده وتعمليه في المج كده، ممكن تعمليه في مج او في طبق الشوربه زي ما انا كنت عامله كده، وتدخليه بقى الميكرويف. الطريقه اللي بالبيت دي خدت معايا 3 دقايق من غير ما تقللي الباور، يعني دي مش هنقلل الباور، باور هيبقى عادي عالي على اعلى حاجه. خدت 3 دقايق، قلت كل دقيقه بشوف، لما لقيتها مسكت خلاص خرجتها ودخلتهم هما الاثنين الفريزر 15 دقيقه. دي بقى بعد ال 15 دقيقه في الفريزر، اللي كانت من غير بيض لزقت بقى في الطبق، ما كانتش عايزه تطلع خالص، تقريبا كانت عايزه ان انا اسخن شويه الطبق من تحت عشان البسكويت يفك وتتقلب، فانا ما عملتش كده وكبرت دماغي. دي بقى اتقلبت بقى على طول زي ما انتوا شايفين كده، شايفين لقيت حبه بسكويت لسه لازقين تحت، ما همنيش خدتهم برضو، هنسيبهم لمين؟ لازم هناخدهم. خلاص قلبتها وبقى شكلها حلو بالشكل ده. اي تشيز كيك عايزه توبنج من فوق، يعني عايزه اي حاجه تحطيها من فوق، اللي موجوده عندك حطيه، عندك شوكولاته سايحيها حطيها، عندك نوتيلا، عندك زبده لوتس، مانجا، فراوله، اي حاجه. انا كان عندي كام وحده كريزيه حطيتهم وصوص فراوله وعملت بيه الشكل الجمالي العشوائي اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكلها كان لطيف بصراحه، وكانت حلوه جدا جدا وسريعه جدا. تعالوا بقى ندوق ونشوف مين احلى، اللي بالبيض ولا من غير البيض. دي اول واحده دوقتها، بصراحة كان طعمها حلو، بس حسيت ان هي يعني نقص سكر شوية، يعني عايزة نص معلقة سكر كمان. الناس اللي بتحبها كده خلاص مفيش مشكلة. دي بقى كان طعمها تحفة بجد، يعني كان طعمها حلو جدا جدا، هي بس مشكلتها ان انا ما قلبتهاش، معرفتش اقلبها، وكان نفسي بقى اعمل بيها نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس الاتنين طعمهم حلو قوي، والاتنين طعمهم